للمزيد من المتابعة عبر سكايب من لندن ينضم إلينا الدكتور أحمد ياسين خبير الاقتصاد السياسي وعضو حزب المحافظين. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. نعم، دعني أبدأ في البداية على تعليقك بتصريحات نائب زعيم حزب العمال البريطاني توم واتسون. يعني مثل هذه التعليقات يعكس رأي المعارضة، وهذا الرأي هو بالتأكيد لا يرضي البريطانيين، فهم من جهة عرقلوا وحجموا كثيرا موقف الحكومة البريطانية في قدرتها على التفاوض مجددا مع الأوروبيين. كان من المفترض أن يسمح لبوريس جونسون أن يستخدم ورقة الخروج الصعب من دون اتفاقية من الاتحاد الأوروبي كورقة يلوح بها في وجه الأوروبيين ويرغمهم على الجلوس مجددا على طاولة المفاوضات، انطلاقا من كون الاتفاق الذي وقعته تيريزا ماي رفضه البرلمان البريطاني لثلاث مرات متتالية، وكان ليرفضه للمرة الرابعة لو تم تقديمه قبل استقالة ماي. هذا يعني أن موقف المعارضة هو بالتأكيد موقف لا يعبر عن الرأي الغالب للبريطانيين، وهو رأي يعني قاصر، رأي مرحلي، والآن البلاد تنتقل إلى ما هو أعقد بكثير، والتطورات المقبلة سوف تواجه بتحديات وصعوبات كبيرة جدا، وكل ذلك جراء الموقف الذي اتخذته المعارضة. نعم، ولكن أيضا في ذات السياق البعض يتساءل دكتور أحمد، إذا ما الذي يمنع إجراء استفتاء آخر حول البريكزيت؟ الذي يمنع أن الاستفتاء الأول، هناك رأي غالب في بريطانيا أنه كان استفتاء ديمقراطي حصل على يعني تصويت يعد الأفضل والأوسع كتجربة ديمقراطية في تاريخ بريطانيا، فبالرغم من يعني الفارق الذي لا يعد كبيرا بين من أيد الخروج ومن أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن إذا انطلقنا من معيار ديمقراطي حقيقي وواقعي هو الفارق الكبير والجوهري بين المقاطعات الانتخابية التي أيدت الخروج وبين تلك التي أيدت البقاء، فالفارق كبير جدا. المقاطعات الانتخابية التي أيدت البقاء لا تتجاوز 220 مقاطعة انتخابية، في حين أن المقاطعات الانتخابية التي أيدت الخروج تتجاوز 400. هذا يعني واقعيا بأن استفتاء الذي شاهدناه في 23 من شهر حزيران يونيو من عام 2016 هو استفتاء يعكس الديمقراطية البريطانية ويعكس الرأي الغالب في بريطانيا، لا بالإضافة إلى أن هناك حاجة ماسة لبريطانيا لكي تنظم خروجها من الاتحاد الأوروبي لأسباب عديدة، فلا يمكن لبريطانيا أن تستمر في الاتحاد الأوروبي بعد التطورات الأخيرة. كذلك أيضا يجب على بريطانيا أن تجد طريقا جديدا لها خارج الاتحاد الأوروبي يمكنها من توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع باقي التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى. مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن أن يمنحها الاتحاد الأوروبي لدوله الأعضاء ولبريطانيا إن بقت في هذا الاتحاد، بالإضافة إلى أن المشروع الاقتصادي الأوروبي الذي يعتبر جوهر الاتحاد الأوروبي منذ نشأته، هذا المشروع فشل فشلا ذريعا، وهو حاليا يحتضر في انتظار أن يعلن فشله بشكل كامل، فلا من طريق أمام هذا المشروع الاقتصادي الأوروبي أن ينجح يوما في الأيام في المستقبل. فشل في تحقيق المساواة بين دول الاتحاد الأوروبي، فشل أيضا في إيجاد الحلول اللازمة للأزمات المتتالية التي واجهت الدول الأوروبية، وخير مثال على ذلك الأزمة اليونانية، فهذه الأزمة يمكن أن توصف بأنها انتهت ولم تنتهي، هي واقعيا تم تأجيل حلها إلى الأجيال المقبلة، وستبقى اليونان تعاني اقتصاديا لعقود من الزمن مقبلة. كذلك أيضا مشكلة يعني يمكن أن تبدأ ويشتعل فتيلها في أي وقت، مرتبطة بحال التراجع الاقتصادي الكبير لثالث اقتصاد في منطقة اليورو، الاقتصاد الإيطالي، فإيطاليا يمكن أن تعد خير مثال لفشل المشروع الاقتصادي الأوروبي، إذ أن المعدل الإنتاج المحلي الإيطالي تراجع لما يزيد عن 7% منذ اعتماد إيطاليا اليورو عملة لها،
لذلك يعني هناك العديد من الأسباب التي تجعل من بريطانيا تنظم خروجها من الاتحاد الأوروبي، ولكن بالمقابل الاتحاد الأوروبي هو لا يريد أن يعترف بفشل مشروعه الاقتصادي، ولا يريد أن تخرج بريطانيا من الاتحاد كونها الممول الثاني للميزانية الأوروبية. كذلك أيضا إن خرجت بريطانيا الخروج السلس والآمن من الاتحاد الأوروبي، هذا ما سوف يمهد الطريق إلى الدول الأعضاء الأخرى، خاصة تلك التي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي خارج منطقة اليورو، وأصدق مثال على ذلك السويد. فإن خرجت بريطانيا الخروج السلس والآمن سوف تتبعها السويد، وبالتالي يكون الطريق قد صحيح. أصبح قصيرا جدا أمام فشل المشروع الاقتصادي الأوروبي. إذن هناك ما ربما سلبيات ستقع على الاتحاد الأوروبي وأيضا سلبيات ستقع على بريطانيا في ذات السياق دكتور أحمد. إذن السؤال الآن، هل ما زال هناك أي احتمالية لأن يكون هناك اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟ في ظل الفترة الزمنية القصيرة من الآن حتى موعد الخروج في 31 من شهر أكتوبر المقبل، من المستبعد أن يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. هناك تصريحات شهدناها من الطرف الأوروبي ترتبط بجعل خطة الضمان الأوروبية مقتصرة فقط على إقليم شمال إيرلندا، ولكن مثل هذا المقترح تم رفضه من قبل الحكومة البريطانية من قبل أيام تريزا ماي، لأنها حينها كانت مقيدة سياسيا من خلال دعم أعضاء حزب الديمقراطيين الوحدويين في إقليم شمال إيرلندا. حاليا الوضع اختلف قليلا، لأن الحكومة الحالية لحزب المحافظين خسرت الأغلبية، وهي لم تعد مقيدة كما كان نفس الوقت بالنسبة لتريزا ماي. لذلك يمكن لهذا المقترح أن يتم مناقشته والتحاور بشأنه، ولكن هو بالتأكيد لا يرضي الخروج الكامل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هناك سيناريو آخر يمكن أن نرى مفاجآت يقدم عليها رئيس الحكومة بوريس جونسون من خلال إعلانه هو نفسه عن حجب الثقة عن حكومته، وبالتالي مثل هذه الخطوة سوف تؤدي إلى انتخابات مبكرة قبل موعد الخروج، وهذا ما يسعى إليه بوريس جونسون. ولكن المعارضة رفضت طلبه لمرتين متتاليتين. استطلاعات الرأي تشير بوضوح إلى أن حزب المحافظين الذي يعكس صورة واضحة وصورة واقعية لإمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستغلال بريطانيا لهذه الفرصة الثمينة من دون تغيير، مثل هذا الوضع يرجح كفة حزب المحافظين في الانتخابات المبكرة إن شهدناها في بريطانيا، وهذا ما يسعى إليه بوريس جونسون لاستعادة الأغلبية في البرلمان ومن ثم تجاوز الخطوات الأخيرة التي أقدمت عليها المعارضة. كنت معي عبر سكايب من لندن الدكتور أحمد ياسين خبير الاقتصاد السياسي، أنا بشكرك شكرا جزيلا.